بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم معظمين للرسل والشرائع، موجبين لاتباعهم، خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تكلم عن الفلاسفة فيقول: وكذلك كان أساطينهم. كان أساطينهم، يعني أساطين الفلاسفة وهم كبارهم، كانوا يعترفون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بما لا تدركه العقول وما لا تدركه الفلسفة، يعترفون بهذا، ولكنهم لم يتبعوه، فلا ينفعهم ذلك إذا لم يتبعوه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اتباع بعد المعرفة لا بد من الاتباع. فهم عرفوا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به فوق فلسفتهم، ولكنهم لم يتبعوه. ولا ينفع اعترافهم بذلك إذا لم يتبعوه. نعم. وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم معظمين للرسل والشرائع، موجبين لاتباعهم، خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم. وكانوا لا يتكلمون في الإلهية فوق عقول العالمين وحكمتهم. إيه؟ فوق عقول العالمين وحكمتهم. نعم. وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات، ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل. لا يتكلمون، الفلاسفة لا يتكلمون في الإلهيات، يعني العلوم الإلهية، لأنهم يعلمون أنها فوق مداركهم، وعندهم عقول تحجزهم من أن يتكلموا بشيء فوق عقولهم لا تدركه عقولهم. نعم. وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات، ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل، ويقولون، لأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا تدركها العقول. نعم. ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل، ويقولون: علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها. وكانوا يقرون بحدوث العالم. نعم. فهم يعترفون أن علوم الرسل فوق علومهم، وأن عقولهم لا تدركها، معترفون بهذا، لأنهم لهم عقول تحجزهم عن الدخول فيما لا يحسنون،
نعم. وقد حكى أرباب المقالات، أرباب المقالات يعني الذين يدونون الديانات مثل الملل والنحل الشهرستاني وغيرها من كتب الملل والنحل، وكذلك الملل والنحل لابن حزم. نعم. وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو، وكان نعم القائل بقدم العالم قليل منهم، قليل منهم يعرفون أن العالم حادث، أنه ليس بقديم، إلا أرسطو وأتباعه منهم فهم يقولون بقدم العالم. نعم. وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره. أي نعم، لأنه لا يدرك الكلام في الإلهيات لأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. فتكلمه فيه تكلم بما لا يدركه عقله، لذلك وقع في الخطأ الكبير. نعم. وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره، قد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام أنكروا عليه، وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء. نعم. وأنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئا من الموجودات. أنكر أرسطو أن يكون الله يعلم شيئا من الموجودات. نعم، عنده أن الله لا يعلم الموجودات الحادثة، لا يعلم الحوادث في هذا الكون. نعم. وأنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئا من الموجودات، وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه، وبأنه كان يلحق. نعم، لو أن الله جل وعلا بزعمه، يعني بزعمه هو، لو أنه تكلم الإلهيات لكان تكلم بما لا يعلمه، تكلم بما لا يعلمه، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالله علام الغيوب، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل. نعم. وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه، وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من تصور المعلومات، وبأن الله جل وعلا بزعمه يلحقه التعب والكلل في نفسه، تعالى الله عما يقول، لأنه يقيس الله بعقله وإدراكه ولا يؤمن بأن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعرف هذا، إنما هذا جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام بوحي من الله نزل به جبريل على الأنبياء. نعم. فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ، المعلم اللي هو أرسطو، المعلم الأول. نعم. وقد حكى ذلك أبو البركات وبالغ في إبطال هذه الحجج وردها. نعم. وقد حكى ذلك أبو البركات وبالغ في إبطال هذه الحجج وردها. نعم. فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه الكفر بالله تعالى
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج المعلم على الأول، يسمونه المعلم الأول. نعم، والمعلم الثاني هو الرازي. نعم، فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة ممن يتستر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به. نعم، وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء. يعظم، وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء. أتباع أرسطو يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم معجبون به. نعم، وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء، ويرون عرض ما جاءت به الرسل والأنبياء على كلامه، فما وافقه منها قبلوه، وما خالفه لم يعبأوا به شيئا. والواقع بالعكس، أنهم تعرض أقوالهم وأفكارهم على ما جاءت به الرسل، فما وافق ما جاءت به الرسل فهو حق، وما خالف فهو باطل. نعم، فالحكم هو ما جاءت به الرسل، لا ما جاءت به العقول العاجزة. نعم، ويسمونه المعلم الأول لأنه أول. نعم، ويسمونه المعلم الأول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية، كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عروض الشعر. كما أن الخليل بن أحمد الفراهيدي العالم بالنحو هو أول من وضع العروض، الذي هو علم القوافي، وزن الشعر وبحور الشعر الخمسة عشر أو الستة عشر. نعم، وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني، كما أن العروض ميزان الشعر. نعم، أن المنطق علم، يعني علم المنطق اللي هو الفلسفة، أنه هو نعم ميزان المعاني، هو الميزان، ميزان المعاني الذي ترجع إليه المعاني، كما أن الشعر يرجع فيه إلى العروض، إلى علم العروض. نعم، وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه. وقد بين نظار الإسلام الفلاسفة المسلمون. نعم، وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه، وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان، وصنفوا في رده وتهافته كثيرا، وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في رده وإبطاله كتابين كبيرا وصغيرا، بين فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه. نعم، العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم، يقول ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. كتاب موافقة صحيح، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال إن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإن اختلف فإما أن العقل فيه آفة، وإما أن النقل غير صحيح، وإما أن النقل غير صحيح. ما كل ما روي وكل ما دون يكون صحيحا، قد قيض الله للحديث رجالا
محصوه وخلصوه وميزوا ما الدخيل فيه ووضحوا ذلك في كتب الحديث المعروفة كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع والمسانيد، مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي ومسند غيرهم. نعم، والمسند معناه أن يذكر أو يذكر كل ما رواه هذا العالم، كل ما رواه هذا العالم يجمع ثم ينتقل إلى عالم آخر فيذكر كل ما رواه ويجمع في المسند، مسند الإمام أحمد، مسند أبي حنيفة، مسند كذا، مسند هنا، بين فيه مسند الدارمي. نعم، بين فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه، ورأيت فيه تصنيفا لأبي سعيد السيرافي. والمقصود أن الملاحدة السيرافي هذا صاحب البلاغة. نعم، والمقصود أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول حتى انتهت نوبتهم اللي هو رسطو. نعم، حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي، فوضع لهم أبو نصر الفارابي هذا المعلم الثاني وهو خبيث ملحد. نعم، حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي، فوضع لهم التعاليم الصوتية، كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية، ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق وبسطها وشرح فلسفة أرسطو وهذبها وبالغ في ذلك، وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة، حتى يخرج على ما جاءت به الرسل. نعم، وإذا رأوه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة، فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام، أنه يداهن الناس، ينسبونه إلى أنه يداهن الناس ويتألف الناس ليصدقوه ويتبعوه ولا يسيء به الظن، كل تلبيس وتدليس على الناس، لا خير فيهم، الفلاسفة لا خير فيهم البتة. نعم، إلا من آمن بالله ورسوله وكتابه وقدمها على المنطق وعلى الفلسفة. نعم، فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط. نعم، جزء منها أو شرط لها. نعم، ولعل الجاهل يقول إنا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهم، يقول شيخ الإسلام، لأن شارح الطحاوية ينقل عنه، يقول ولعل الجاهل يقول إنا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهم، وليس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق الإسلام ببعيد. نعم، يزعم أن من كفر الفلاسفة أنه تحامل عليهم وتشدد في حقهم لأنه يعتقد لهم الفضيلة ويعتقد لهم المكانة. نعم، بسبب ما عندهم من الفلسفة، والفلسفة هي الحكمة، الفلسفة هي الحكمة عندهم،
فيلسوف يعني حكيم. نعم. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل أبو علي ابن سينا. ابن سينا هو ابن سينا اليهودي، ابن سينا اليهودي الخبيث. نعم. فاعلم أن الله له معرفة بالطب، ابن سينا له معرفة بالطب، هو طبيب هاذق في الطب، لكنه في الشرع ملحد وكافر. نعم. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل أبو علي بن سينا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وليس هو الوجود. الله جل وعلا عنده هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني لا يوصف بصفة، لا يوصف بالصفة ولا يسمى باسم، بل هو الوجود المطلق، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. والله جل وعلا له أسماء بينها لعباده في كتبه، وله أسماء استأثر بعلمها ولم يعلمها لعباده. نعم. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هكذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لرب. نعم. وهو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به، ولا يفعل شيئا باختياره البتة، ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا، لا يعلم عدد الأفلاك ولا شيئا من المغيبات، ولا له كلام يقوم به ولا صفة. هذا كلام الفلاسفة في حق الله سبحانه وتعالى، يقولون وجود مطلق ليس له أسماء ولا صفات ولا خاصية ولا. نعم. يؤمنون بوجود الرب لكنهم يسلبونه أسماءه وصفاته ويلحدون فيها. نعم. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة يعني له، يعني شيء في الوجود ليس له أسماء ولا صفات هذا خيال، ما هو صحيح إلا في الذهن. الذهن يأتي فيه كل شيء، لكن من جهة الخارج الذهن لا، هذا باطل باطل. نعم. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة، وهذا ليس هو الرب الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم. نعم. بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الملاحدة وجردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا مباين له ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، وبين رب العالمين وإله المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. نعم. هذا إله الفلاسفة إنما هو في أذهانهم فقط، ولا وجود له في الخارج، تعالى الله عن ذلك. يا سبحان الله، لا وجود له. إذن من الذي أوجد هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية
قال كاد قلبي يطهر، كاد قلبي أن يطهر، سمع الرسول يقرأها في الصلاة. نعم. فأي موجود فرض كان أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة ونحتته أفكارهم؟ بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجود، وهذا الرب ليس له وجود ويستحيل وجوده إلا في الذهن. تعالى الله عما يقولون. نعم. هذا وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم الأول أرسطو، فإن هؤلاء أثبتوا وجوداً واجباً ووجوداً ممكناً هو معلول له وصادر عن صدور المعلول عن العلة، وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأً عقلياً للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط، وصرح بأنه لا يعقل شيئاً ولا يفعل باختياره. نعم، هذا ما يقول إليه من لم يتبع الرسل ولم يؤمن بما جاءوا به. نعم. وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه فإنما هو من وضع ابن سينا، فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بجهده، وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التجهم. نعم، ابن سينا قرب قول شيخه الأول من الملاحدة في حق الرب سبحانه وتعالى، فجعل له وجودا في الأذهان وليس له وجود في الخارج. هذا قول ابن سينا الذي تسمى فيه بعض المدارس مدرسة ابن سينا، ملحد خبيث. نعم، هو في الطب مبرز، هو من علماء الطب المتمكنين، ولكن في علوم الشرع ليس له نصيب. نعم. وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التجهم، فهم في غلوهم وفي تعطيلهم ونفيهم. الجهمية اتباع الجهم بن صفوان الذي ينكر الأسماء والصفات، الجهم ابن صفوان يسمون الجهمية نسبة إليه. نعم. وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التجهم، فهم في غلوهم وفي تعطيلهم ونفيهم أسد مذهبا وأصح قولا من هؤلاء، يعني أقرب إلى الحق. نعم. فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل، وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمه. ومع الأسف فيه ناس الآن يدعون إلى إحياء الفلسفة وتدريسها، وهؤلاء ينعقون بما لا يفهمون، ما يعرفون الفلسفة ما هي، ولذلك ينادون ببعثها وتدريسها وتقريرها في المدارس. نعم. وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية. الملائكة خلق من خلق الله في العالم العلوي في السماوات، وإمامهم وكبيرهم جبريل عليه الصلاة والسلام هو سيد الملائكة وكبيرهم، وهو الذي ينزل بالوحي من الله على الرسل، نزل آخر ما نزل بالقرآن الكريم، هذا مما جاء به جبريل إلى رسول الله، جاء به جبريل من عند الله، تكلم الله به وسمعه جبريل
وحمله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه إياه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته. نعم. وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية، أفكار. الملائكة يقولون أفكار، أفكار في الأذهان وليس لها وجود في الخارج. نعم. وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم، وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوق السماوات ولا تحتها، ولا هي أشخاص تتحرك. إذن ما هي موجودة؟ ما دامت لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا، إذن ما هي موجودة؟ نعم. ولا هي أشخاص تتحرك ولا تصعد ولا تنزل ولا تدبر شيئا ولا تتكلم ولا تكتب أعمال العبد ولا لها إحساس ولا حركة البتة ولا تنتقل من مكان إلى مكان ولا تصف عند ربها ولا تصلي ولا لها تصرف في أمر العالم البتة. ومع الأسف هذا الكلام موجود في تفسير المنار، موجود في تفسير المنار لرشيد رضا، وهو لم يفهمه. ما نقول إن شاء الله أنه يعني يعتقده، لكن ما فهم هذا، نقل كلام الفلاسفة بدون تمحيص. نعم. ولا لها تصرف في أمر العالم البتة، فلا تقبض نفس العبد ولا تكتب رزقه وأجله وعمله ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة. نعم. وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة. الأفكار السيئة هذه شياطين عندهم، والأفكار الطيبة هذه ملائكة، وليس لها وجود في الخارج عندهم. نعم. هذا إذا تقربوا إلى الإسلام والرسل. وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك، فإنه ما قال شيئا ولا يقول ولا يجوز عليه الكلام. نعم. الكلام يقولون من صفات المخلوق وليس من صفات الخالق تعالى الله عما يقولون. والأشاعرة يقولون كلام الله هو المعنى القائم في نفسه، وهذا القرآن الذي معنا هذا حكاية عن كلام الله، حكاه جبريل أو حكاه محمد صلى الله عليه وسلم، حكاية يسمونه، حكاية عن كلام الله الذي في نفسه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يتكلم عندهم. نعم. وأما الكتب فليس لله عندهم حكاية أو عبارة، يعني عبر به جبريل أو عبر به محمد عن المعنى القائم في نفس الله سبحانه وتعالى. وأبو الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه تراجع عن هذا، كما في كتاب الحيدة وفي كتاب الرسالة إلى أهل الثغر، تراجع عن هذا وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد. نعم. وأما الكتب فليس لله عندهم كلام. أبو الحسن الأشعري كان معتزلياً على مذهب المعتزلة، ثم تبرأ منه أمام الناس في المسجد وخلعه كما خلع ثوبه، وقال أخلعه كما أخلع ثوبي هذا. انتقل إلى مذهب الكلابية، ثم انتقل من مذهب الكلابية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وصار على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، صرح بهذا. نعم. وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك، فإنه ما قال شيئا ولا يقول ولا يجوز عليه الكلام،
ومن تقرب منهم إلى المسلمين يقول الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية، فتصورت تلك المعاني وتشكلت في نفسه بحيث توهمها أصواتا تخاطبه، وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه، وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه، وربما قوي ذلك حتى يخيلها لبعض الحاضرين فيرونها ويسمعون خطابها، ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الإيمان ما هو؟ الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد لا يؤمن بالملائكة. نعم. وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فللنبوة عندهم ثلاث خصائص، من استكملها فهو نبي. أحدها قوة الحدس، قوة الحدس بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. الثانية قوة التخيل والتخييل بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها ويخيلها إلى غيره. الثالثة قوة التأثير بالتصرف في هيولى العالم، وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق واتصالها بالمفارقات من العقول والنفوس المجردة. هذه كلها أفكار سيئة باطلة مخالفة لما جاءت به الرسل، ولكن الله جل وعلا أعمى بصائرهم، أعمى بصائرهم، فصاروا يقولون هذا الكلام في الملائكة وغيرهم. نعم. وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء ابن سبعين وابن هود وأضرابهما. نعم، يظنون أن النبوة مكتسبة وأن الإنسان يكسبها، يكسب النبوة، ولا يعتقدون النبوة أن النبوة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبعث الرسل والأنبياء ويوحي إليهم، لا يعتقدون هذا. كل من ترك الكتاب والسنة فإنه يهيم في هذه المواطن القذرة والأفكار السيئة، ولا عصمة إلا لمن عصمه الله وتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم. والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع، بل من أشرف الصنائع كالسياسة، بل هي سياسة العامة. فبإمكان الإنسان عندهم أن يكون رسولا، بإمكانه أن يكون رسولا، ما هي الرسالة بعث من الله ووحي من الله عندهم، مكتسبة. نعم. والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع، بل من أشرف الصنائع كالسياسة، بل هي سياسة العامة، وكثير منها وكثير منهم سياسة العامة وليست سياسة الفلاسفة أو الصوفية. نعم. بل هي سياسة العامة وكثير منهم لا يرضى بها ويقول الفلسفة نبوة الخاصة والنبوة فلسفة العامة. نعم. والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع، بل من أشرف الصنائع، يعني مكتسبة، يعني أنها مكتسبة وليست اختيار من الله عز وجل. نعم. بل من أشرف الصنائع كالسياسة، بل هي سياسة العامة وكثير منهم لا يرضى بها ويقول الفلسفة نبوة الخاصة والنبوة فلسفة العامة. الفلسفة نبوة الخاصة
نبوة الخاصة من الناس الراقين اللي عندهم رقي في الأفكار. وأما النبوة فهي فلسفة العامة العوام يعني. نعم. وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار السماوات وانتثار الكواكب وقيامة الأبدان، ولا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوجد هذا العالم بعد عدمه. نعم. فلا مبدأ عندهم ولا معاد ولا صانع ولا نبوة ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله بها ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى. فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. نعم، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالنبوات، يؤمنون بالنبوات ويقرون بالرسل، وهؤلاء لا يقرون بهم على الوجه المطلوب، إنما يقرون بأفكار يفكرونها وينطقون بها. نعم. وحسبك جهلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من يقول وحسبك يعني يكفيك. نعم. وحسبك جهلا بالله يعني جهلهم بالله، جهلا بالله منه يعني منهم هم. نعم. وحسبك جهلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من يقول إنه سبحانه لو علم الموجودات لاحقه الكل والتعب واستكمل بغيره. الكلل. لاحقه الكلل والتعب واستكمل بغيره. نعم. وحسبك خذلانا وضلالا وعمى السير خلف هؤلاء وإحسان الظن بهم وأنهم أولو عقول. وحسبك عجبا من جهلهم وضلالهم ما قالوه في سلسلة الموجودات. وهذه الفلسفة اللي يدعون إليها الآن أن تقرر في المدارس وأنوان. نعم. وحسبك عجبا من جهلهم وضلالهم ما قالوه في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول والنفوس إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة لا علم له بما صدر عنه ولا قدرة له عليه ولا إرادة، وأنه لم يصدر عنه إلا واحد. نعم. فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما أصلوه، وإن لم يكن فيه كثرة البتة لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. وتكثر الموجودات وتكثر الموجودات وتعددها يكذب هذا الرأي الذي هو ضحكة للعقلاء وسخرية لأولي الألباب. نعم. كل من حاد عن الكتاب والسنة فإنه تضحك منه العقول وتشمئز منه الفطر. لا عصمة إلا لكتاب الله وسنة رسوله الذي نزل من الله عز وجل إلى رسله بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر جدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. نعم. مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا وأراد به تقريب هذا المذهب من الشرائع وهيهات. وإلا ابن سينا هذا معروف بالإلحاد، جاءه رجل يريد أن يسلم على يده، ظن هذا الرجل أن هذا عالم من علماء المسلمين فجاء إليه ليسلم على يده وليتعلم منه، فقال له على أي الأديان تريد؟ تريد اليهودية؟ تريد النصرانية؟ تريد الإسلام؟ قال ليست هذه أديان منسوخة والدين الباقي هو دين الإسلام. قال لا، هذه أديان ولكن الإسلام هو أحسنها، وإلا كل إنسان بالخيار يعتنق ما شاء عنده. نعم.
مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا، وأراد به تقريب هذا المذهب من الشرائع وهيهات، وإلا فالمعلم الأول لم يثبت صانعا للعالم البتة، فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد، ولا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول. هذا الفارابي، نعم. ولا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب، نعم. والرازي وفروخه لا يعرفون مذهب الفلاسفة غير طريقه ومذاهبهم. المعلم الثاني، الرازي هو المعلم الثاني، نعم. ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جدا، قد حكاه أصحاب المقالات كالأشعري في مقالاته الكبيرة، وأبي عيسى الوراق، والحسن بن موسى. والحسن الأشعري له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين ومذاهب المصلين، نعم. كالأشعري في مقالاته الكبيرة، وأبي عيسى الوراق، والحسن بن موسى النوبختي، وأبو الوليد ابن رشد، يحكي مذهب أرسطو غير ما حكاه ابن سينا، ويغلطه في كثير من المواضع. وكذلك أبو البركات البغدادي. ابن رشد الجد هذا رجل طيب وإمام، أما ابن رشد الحفيد فهذا دخلت عليه الفلسفة فخلطت عليه، نعم. وكذلك أبو البركات البغدادي يحكي نفس كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا. فصل. والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم. فصل. والفلاسفة يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال إن هناك فلاسفة في الإسلام، أو فيلسوف إسلامي أو مفكر إسلامي؟ المفكر فيها مفكرون، وأما فيلسوف الفلسفة باطلة، ألا يكون هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بالاتحادية؟ الاتحادية الذين على مذهب ابن عربي يقولون بوحدة الوجود، الوجود كله هو الله عندهم، وليس هناك خالق ومخلوق، بل الوجود هو الله عندهم، هذه وحدة الوجود، وهذا دين ابن عربي، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل علم المنطق وعلم الكلام والتفكير الإسلامي هي فروع عن علم الفلسفة المذموم؟ لا، ما هي يعني. هل علم الكلام والمنطق والتفكير الإسلامي؟ علم الكلام هو علم المنطق، هو علم المنطق المكون من مقدمة ونتائج، علم المنطق والجدل، يسمونه الجدل، نعم. يقول: هل علم الكلام والتفكير الإسلامي هي فروع عن علم الفلسفة المذموم؟ يقول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، تمسك بالعقل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما مقصود الفلاسفة بقدم العالم؟ أنه لا بداية له، أن العالم لا بداية له، وهذا باطل. الله جل وعلا هو الأول، ليس قبله شيء، والمخلوق هذا حادث ومخلوق من عدم، مخلوق من عدم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة كتب الفلاسفة لمعرفة ما فيها من الباطل؟ ما يقرأها إلا المتمكن، ما يقرأها المبتدي أو المتعالم أو خطر، هذه خطر، ما يقرأها إلا واحد متمكن، نعم، مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم،
الناس المتمكنون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تنكر تسمية بعض الأماكن والمحلات والمستشفيات بأسماء بعض الملحدين كابن سينا والفارابي؟ ما يجوز هذا، هذا تعظيم لهم، ولا يجوز تسمية الأماكن بأسمائهم، هذا إحياء لذكرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز دراسة علم المنطق إذا كان الدارس يعتقد أن الإسلام هو الحق؟ خطر، خطر عليه. نعم. وكذلك حفظك الله، هذا سؤال آخر يقول: ما حكم من يقول أنا أقرأ كتب أهل البدع لآخذ الفائدة منها وأترك الأخطاء التي فيها؟ وأنت معصوم يعني، تروج عليك الأفكار الخبيثة وتعتقد أنها صحيحة وتلبس عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول شيخ يدرس الفقه ويقول إنه لا يدرسه على مذهب معين، بل التدريس على مذهب معين يعد من التعصب. هذا منين تخرج؟ من تعلم عليه؟ عجيب هذا، يعني يستقل عنه في العلم وفي، منين تخرج هذا؟ من درس عليه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أنه إذا مات المسلم في يوم الجمعة أن الله يقيه فتنة القبر وعذاب القبر؟ لا أعلم هذا، لكن يوم الجمعة يوم عظيم، وفيه ساعة، ساعة الإجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل رسم المخلوقات ذوات الأرواح على ورقة يعد وسيلة إلى الشرك؟ لا يجوز رسم ذوات الأرواح، هذا تصوير، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وكل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفسا يعذب بها في جهنم. لا يجوز التصوير إلا للضرورة، تصوير للضرورة لضبط الأمن أو لإثبات الشخصية لا بأس به، أو لعلاج المريض هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الشخص على وضوء ثم نوى أن يجدد وضوءه لكنه لم يفعل وصلى بوضوءه الأول، فصلاته صحيحة؟ نعم، أدام لم ينتقض وضوءه وصلاته صحيحة، والتجديد ليس بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: أمي فرنسية الأصل وهي الآن مع رجل كافر بدون زواج، فقد طلبت مني أن أقابل هذا الصديق لها فرفضت، وذلك يحزنها كثيرا، هي مؤمنة بالله لكنها بعيدة عن العبادات وعن الخير والطاعة، وأخشى إن رفضت طلبها هذا أن تبتعد أكثر عن دين الإسلام. سؤاله: كيف أصنع والحالة هذه؟ اكتب سؤالك لدار الإفتاء وينظر فيه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز حضور المناسبات التي لأهل البدع، المناسبات الشخصية كزواج وغير ذلك؟ لا يجوز حضورها إلا لمن ينكر،
لمن ينكر ما فيها من المنكر، أما حضورها مع السكوت فالله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا متزوج من امرأة ولديها طفلان من زوج سابق، سؤاله: هل يجوز لي أن أعطيهم من زكاة مالي حيث إنه لا يأتيهم مصروف من أبيهم؟ تعطي أباهم ينفق عليهم، هؤلاء قصار ما يعطون الزكاة، تعطى للذي ينفق عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة المسبل ثيابه؟ وصحيح أن صلاة ما حكم صلاة المسبل ثيابه؟ المسبل، نعم نعم، صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم، يأثم على الإسبال وصلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح بأن يقال عن داعية الضلال بأنه شيطان؟ إيه نعم، من شياطين الإنس، شياطين الإنس أشد خطرا من شياطين الجن، لأن الله بدأ بذكرهم، قال: شياطين الإنس والجن، اتخذوا نعم شياطين الإنس والجن، بدأ بهم لأن خطرهم أشد. نعم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إعطاء المرأة المخطوبة خاتما يسمى خاتم الخطبة؟ لا يجوز هذا، هذا من غير عادات المسلمين، الخطوبة يسمونه، يعتقدون فيه أنه يورث المحبة بينهم، وهذا اعتقاد فاسد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم استعمال الرجل للحناء في يديه إذا كانت هذه عادتهم في بلدهم؟ لا بأس بذلك، إذا كان يحتاج إلى الحناء في يديه فلا بأس أن يستعمله، أما العادة لا، ما يتبع عادة بلده، ما يستعمل الحناء إلا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها كانت نصرانية ثم أسلمت وبقي زوجها على نصرانيته، فهل يجوز لها البقاء معه وهل هناك مدة محددة؟ إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فإنها ينتظر مدة العدة، فإن أسلم فهي زوجته، إن أسلم قبل تمام العدة فهي زوجته، وإن تمت عدتها ولم يسلم بانت منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابتليت بمرض البواسير ويخرج معي شيء من ذلك، فهل يجب علي أن أغير ملابسي عند دخول وقت كل صلاة؟ لا، إذا أصابها شيء اغسله ولا تخلعه، إذا أصاب الثوب شيئا من تسربها فاغسل ما أصاب الثوب ولا تخلعه، ولو جعلت يعني حافظا طبيا عند الأطباء أو الصيدليات عندهم شيء يلبس على المخرج ويحجب الخارج هذا وتصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص دون إذن زوجها؟
نعم مالها الخاص تتصرف فيه ولا يمنعها زوجها من مالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقديم بعض المهر وتأخير بعضه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أن يكون المهر مقسوما إلى مقدم ومؤجل، لا بأس بذلك، المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ماذا نصنع مع أقربائنا وأرحامنا الذين يقاطعوننا ولا يريدون صلتنا؟ صلوهم، صلوهم. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له قرابة يصلهم ويقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الحر، الحار، المل هو الرمل الحار، فكأنما تسفهم المل، يعني لأنك تخجلهم بهذا، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الدين، دين الإسلام، هو دين التسامح وأنه يدعو إلى تقارب الأديان الثلاثة؟ دين الإسلام يحث على التبري من الكفار، تبري من الكفار ومن دينهم، ولكن لا يجيز الاعتداء عليهم، لا يجيز الاعتداء عليهم، لكن يحث على التبري من دينهم وبغض ما هم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ يقول: ما تحديد وقتها؟ الراجح أنها بعد العصر. نعم. ثم يقول: رعاك الله، وما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها رجل مسلم وهو قائم يصلي؟ قائم يصلي يعني يدعو، المراد بالصلاة هنا الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مسحت على الخفين في أول اليوم ثم لبست الحذاء، وعند الصلاة انتقض وضوئي وقمت فتوضأت ومسحت على الحذاء، فهل يجوز هذا؟ لا، ما دامت الرجل بادية الحذاء ما يمسح عليه يا أخي، إلا إذا كان تحت الحذاء جوارب ساترة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: نعم، ما حكم الإطالة، يقول، في الصلاة بالنسبة للإمام؟ لا يجوز له أن يشق على المأمومين، بل يراعي أحوالهم. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي كان يطيل الصلاة بقومه ويقرأ فيها سورة البقرة، فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تفتنهم في صلاتهم حتى يتكلموا وحتى يقولوا؟ فلا يجوز للإنسان أنه يطيل ما يشق على المأمومين، بيراعي أحوالهم. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من رأى أصناما تباع، هل يجوز له أن يكسرها مباشرة؟ لا، يروح للهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبلغهم عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ذبح الذبيحة عند شراء سيارة أو شراء بيت لدفع العين؟ لا يجوز هذا الاعتقاد،
هذا الاعتقاد لا يجوز. نعم. أما ذبح الذبيحة من باب الفرح بالسيارة أو المسكن الجديد هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الحلف بالله كاذبا هو أيسر من الحلف بغيره صادقا؟ هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لا، أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنوب، نعم، التي دون الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، وذكر منها المرأة والدابة والدار، يقول: ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا واضح، أن بعض المخلوقات يجعل الله فيها شرا، مثل الدار يجعل الله فيها شرا، بعض الدور مثل الدابة يجعل الله فيها شرا، بعض الدواب، المرأة بعض النساء يجعل الله فيها شرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يقول: هذه الأمور المشتبهات هل يجب على الإنسان أن يتجنبها؟ نعم، خشية أن يقع في الحرام احتياطا لدينه، فلا يأتي شيء مشتبها فيه لا يدرى هل هو من الحرام أو من الحلال يتجنبه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي بتوسط الشمس فوق الرؤوس قبيل دخول وقت الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حضر الإنسان مبكرا لصلاة الجمعة فهل له أن يصلي ويتنفل إلى دخول الخطيب؟ هذا أفضل. نعم، إذا قام يصلي إلى دخول الخطيب فهذا أفضل، وإن صلى تحية المسجد وجلس ينتظر دخول الخطيب فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده فيعطيه قرضا دون غيره؟ إذا كان تخصيصه لأنه محتاج وإخوته غير محتاجين فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الشاهد في النكاح هل يجب عليه أن يذهب إلى المرأة ويسألها إن كانت راضية بهذا الزوج؟ لا، هذا واجب الذي يتولى العقد، الذي يتولى العقد بين الزوجين هو الذي يسأل المرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا احتاج الزوج إلى مال فهل يجوز له أن يبيع ذهب زوجته دون علمها؟ لا، ما يجوز له ذلك، ما يجوز له ذلك، هذا حقها، ولا يظلمها ويعتدي على حقها إلا بإذنها ورضاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مع وجود المنكرات، يقول، وانتشارها، كيف يستطيع الإنسان أن ينكر هذه المنكرات إنكارا شرعيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأهل السلطة،
فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لأهل العلم يبينون هذا الشيء، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا للذي لا يستطيع أن ينكر بلسانه ولا ينكر، لا يستطيع أن ينكر بيده ولا بلسانه، ينكر بقلبه ويبتعد عن موطن المنكر، أو ينكر المنكر بقلبه ويجلس فيه في مكانه أو مع أهله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الذي يفطر الصائم في يوم الاثنين وفي يوم الخميس هل يعد صائما مثله؟ له أجر في ذلك، قد يعني عموم الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، عموم الحديث يقتضي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد في أسماء الله الحسنى أن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، يقول: ما معنى إحصاء هذه الأسماء؟ معنى إحصائها أن يعلم معناها وأن يعبد الله بها، أن يعبد الله بها ويسأله بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم النظر في الإنجيل أو في التوراة لمعرفة ما فيهما؟ للعالم لا بأس، أما المتعالم أو العامي أو قليل العلم لا يجوز له أن ينظر ما فيه. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب لما رأى معه صحائف من التوراة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خشي المسلم الجديد من الفتنة في دينه إذا أظهر الإسلام فماذا يصنع؟ يبتعد، يهاجر، يهاجر عن هذا المكان الذي لا يستطيع إظهار دينه فيه، يهاجر عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يمنع الصبي من الدخول على النساء؟ إذا كان مراهقا، يعني قارب البلوغ، هذا يسمى بالمراهق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا ذهبت المرأة إلى المدينة النبوية فهل يجوز لها عند ذهابها إلى المسجد النبوي أن تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن تصلي وتسلم عليه وهي في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أينما جلست تصلي وتسلم على الرسول وهذا يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من يعتمد على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسائل الفقهية اعتمادا كاملا ويقول: أنا مقلد له، هل يعد هذا من المقلدة التي تكون منكرة؟ لا، إذا كان لا يعرف وقلد عالما من العلماء شيخ الإسلام أو غيره، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، هذا تقليد فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عرفنا ليلة البارحة حكم المحلل وأنه ملعون، لكن هناك من النساء اللاتي طلقن ثلاثة إذا تزوجت برجل فإنها تحدث معه مشاكل كثيرة حتى يطلقها فترجع إلى زوجها الأول، هل هذا الفعل كالتحليل؟ هذا يحرم عليها، يحرم عليها ذلك ولا يجوز لها ذلك، لأنه زوجها، إن طلقها بطيبة نفس فلا بأس، وأما إنها تلجئه إلى الطلاق هذا لا يجوز لها، هذا نشوز، هذا نشوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا السائل يقول: بعد انتهاء صلاة الجماعة ما حكم أن يقوم المصلي بمصافحة من على يمينه وعلى يساره مباشرة؟ إذا كان لم يلقه من قبل سلم عليه فلا بأس، أما إذا كان قد لقيه من قبل فلا يعمل هذا، لأنه يصبح بدعة، يظنه الناس أنه لازم لكل مصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للإمام أن يقول الأذكار التي بعد الصلاة بصوت مرتفع حتى يعلم الناس؟ نعم، الأذكار التي بعد الصلاة التهليلات يجهر بها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وكان طفلا صغيرا، يقول: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالذكر إذا سمعناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين المصلى وبين المسجد في الأحكام؟ اي نعم، المصلى ليس له أحكام الوقفية، وليس له أحكام انه ما يدخله الا ما يدخله الا متطهر، وليس له أحكام المسجد، هذا مصلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم يعني الله، يعني لا يجلس فيه إلا متطهر، ليس هو مسجد، هذا مصلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تدخل إلى المسجد حال الحيض لأجل طلب العلم وحضور الدرس؟ لا حاجة إلى هذا، تسمع الدرس من مكبر الصوت والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان أحد شهود عقد النكاح فاسقا، يقول قد عمل عملا يكون به فاسقا، فهل تصح شهادته؟ ومثل على ذلك بأمثلة كحلق اللحية يقول، وشرب الدخان وغير ذلك. الشهادة يعني من العاصي، معصيته عليه، لكن شهادته تقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم صنع الطعام لأهل الميت؟ سنة، سنة، قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغل، فإنه أتاهم ما يشغلهم، فيصنع لهم الطعام. لكن الأنصار